السلام عليكم شباب. دلوقتي في الفيديو ده هشرح ازاي نعمل داونلود لإيجل كاد. دلوقتي في لينك احنا هندهولكم، هو اللينك ده هتلاقيه موجود فيه نسخة إيجل كاد 8.6. مش هتحتاج منك انك تعمل اي ساين ان، يا دوب هتفتح اللينك وهتدوس داونلود، وبعد ما يحمل المفروض انك هتلاقي فايل هتعمل له ران، واول لما تعمل له ران يبتدي يحمل معاك. طيب المفروض بعد ما يحمل معاك، وانا حملته قبل كده فمش هحمله تاني، المفروض هتلاقي زي فايل هتعمل له اكستراكت، هيظهر لك الفايل الاي اكس اي ده. هتشغل الفايل ده، هتفتحه عادي. هتقول هيظهر لك الشكل ده، هتدوس على اي اكسبت اجريمنت، نيكست، كرييت ديسكتوب شورت كات، انستول. هتستنى شويه لحد ما يحمل، او بعد ما يحمل تختار فينيش. ممكن تخليه يعمل لونش الايجل عشان تشوف شكله هيبقى ازاي. حلو، هتلاقي ظهر لك الشاشه دي. طبعا هيطلب منك ان انت عايز تعمل ساين ان ولا لا، فانت هتقول لا، انت عايز النسخه الفري مش عايز تعمل ساين ان، الا لو انت عملت مثلا ايميل على اوتو ديسك، الايميل الجماعي بتاعك او اي ايميل، ممكن تعمل ساين ان براحتك يعني. بس يفضل دلوقتي انك تشتغل بالنسخه الفري وتشتغل فيها عادي جدا. دي الكنترول بانل بتاعت ايجل، المفروض هنشرحها برضو قدام شويه باستفاضه وازاي هنشتغل عليه. دلوقتي انا حملت قدامكم النسخه اللي انا هنديكم اللينك بتاعها. ممكن لو انت عايز تحمل من شركه اوتوديسك عادي، مفيش مشاكل، هتكتب ايجل كاد. عندك دلوقتي 3 نسخ ممكن تحمل، يا اما 7.7، ودي انا مفضلهاش لانها قديمه قوي، ممكن 8.6 اللي انا لسه موريها لك دلوقتي. بس لو انت مش عارف تحملها من اللينك ده او لاي سبب، ممكن تحملها من موقع الشركه برضو عادي. في نسخة برضو هشرحها لك دلوقتي 9.6، الفري فيرجن. حلو، هتكتب على جوجل كده، هتخش هتلاقيها داونلود ايجل فري داونلود. هتلاقي هنا بيقول لك ان انت متحجم، بس في فكك من الاتنين دول، اهم حاجة ان انت متحجم دلوقتي في المساحة. المساحة اخرك 80 سنتيمتر مربع، يعني البوردة بتاعتك البي سي بي هي هتطلع في الاخر اخرها 8 في 10، فانت دي حاجة مش كويسة. لو احنا مثلا عملنا بروجكت كبير مش هتعرف تحطه في مساحة بوردة صغيرة زي دي، فعشان كده النسخة دي انا ما افضلش انك تشتغل بيها. بس دي انا هشرح عليها، لو انتوا حابين تنزلوها ماشي، لو حابين تنزلوا 8.6 هتلاقوا اختلافات بسيطة جدا يعني ما بينها وما بين 9.6، دي حاجة ترجع له. فانا هدوس داونلود عادي، والمفروض هتحمل معايا هنا، هدوس كيب وهيتعمل لها داونلود، بس انا عملت لها داونلود قبل كده. المفروض هي دي النسخة، اوريكم برضو شكلها. هنا هو كان خليني اعمل ساين ان الاول، يعني انت لو حملت النسخة دي لازم هتعمل ساين ان الاول. طب انا ما عنديش ايميل على اوتو ديسك، هروح اعمل، هتلاقي مع ساين ان مكتوب تحت كرييت اكونت. انا هنا عشان كنت النسخ اللي قبل دي كنت انا عامل ساين ان، فهو دخلني على طول. لو انت كان عندك نسخ قديمه وجيت حملتها هتلاقيه دخلك على النسخه دي بالايميل بتاعك. فانا حتى لو عملت ساين اوت، بص هتلاقي هنا كلمه education دي هتتغير. عملت يس، بص هنا مكتوب ايه، فري، قال لك ان دي نسخه الفري. بص الفرق ما بينها وما بين التانية، هحطهم لك جنب بعض عشان تعرف الفرق او تشوف يعني كبدايه كده. او بص يعني شكله مختلف شويه، والاختلاف ده ممكن ما يبانش قوي دلوقتي، هيبان في الاسكيماتيك والبورد، ومش هو الاختلاف الكبير اللي هيعمل ازمه، ما فيهاش اي مشاكل يعني. هتلاقي ان معظم الاوامر اللي هنا شبه الاوامر اللي هنا، الفيتشرز بس هتبقى اقل هنا شويه. وهنا مشكلتها بس في 9.6 ان الفيتشر اللي هي بتحجمك في حجم البوردة، هي دي أكتر حاجة ممكن تضايقك في النسخة دي. إنما هنا ما مش ممكن تشتغل في حجم بوردة أكبر عادي جدا، مفيش مشاكل حتى لو هي فري.
يعني شوف انت عايز تنزل دي، عايز تنزل دي، دي حاجة ترجع لك. وهو انت لو حاولت مثلا تعمل ساين ان، انت اول ما هتنزل النسخة دي هتظهر لك الشاشة دي بتاعت الساين ان. فالشاشة دي المفروض هيقول لك دلوقتي اهو اكتب لي الايميل بتاعك. طب لو انت ما عندكش هتعمل كريت اكونت، لما تدوس عليها تملى بس اللي هو الفيرست نيم واللاست نيم والايميل بتاعك وكريت اكونت وبس كده هتعمل ساين ان. طب لو انت عندك ايميل هتخش بيه عادي. طب لو حد عنده ايميل جماعي وعرف يعمل يعمل اكونت على اوتو ديسك بالايميل الجماعي وينزل نسخه اديوكيشن عادي كده واللي هي 9.6 يفضل. ليه؟ لان انت لو نزلته بالايميل الجماعي بتاعك مش هيحجمك في حجم البورد، وهتقدر تنزل اخر نسخه ببلاش. طب انا ما عرفتش اعمل بالايميل الجماعي، خلاص يا اما تنزل النسخه الفري وتعمل اي ايميل وخلاص، يا اما تنزل النسخه اللي بعتناها لك في اللينك بس كده. طب لو انا معايا ايميل جماعي وعملته والدنيا اشتغلت معايا، هتخش بالايميل الجماعي بتاعك عادي جدا، هتعمل ساين ان والدنيا تشتغل معاك يعني ان شاء الله. انا لو انت عامل تو ستيب فيريفيكيشن يبقى انت لازم تنزل برنامج كده اسمه ديو موبايل. البرنامج ده هيديك كود انت تكتبه، الكود ده بيتغير كل 30 ثانية يعني سيكيورتي اكتر. بس هتلاقي ان الايميل اشتغل معاك وشغل لك الايديوكيشن فيرجن من ايجي واخر النسخة 9.6.2.